الضربة التي هزت المنطقة، اغتيال حسن نصر الله وتصعيد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، وسط صمت مطبق يلف حزب الله منذ مساء الجمعة إثر الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قلب مقر قيادته المحصن في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، جاء الإعلان الرسمي من الجيش الإسرائيلي ليشعل المنطقة، اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الزعيم الذي سيطر على الساحة الإقليمية لعقود. الجيش الإسرائيلي في بيان ناري أكد أن مقاتلاته ألقت 85 قنبلة خارقة للتحصينات تزن طنا كاملا من المتفجرات في مهمة كانت تستهدف القضاء على نصر الله وقيادة الحزب بشكل نهائي. الهدف كان واضحا، إزالة تهديدات حزب الله الإرهابية بما في ذلك الصواريخ الموجهة التي كانت تستهدف نقاطا استراتيجية داخل إسرائيل. الهجوم المخطط بعناية. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن عبر منصة إكس تويتر سابقا أن العملية لم تقتصر على نصر الله فحسب، بل شملت أيضا اغتيال علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله إلى جانب عدد من كبار القادة في التنظيم خلال الضربات الجوية. في أول تعليق على نجاح العملية قال هيرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لقد كان الهجوم مخططا له منذ فترة طويلة وتم تنفيذه في اللحظة المناسبة. وأضاف بلهجة تحد واضحة: هذه ليست آخر أوراقنا، الرسالة واضحة، أي شخص يهدد إسرائيل لن يبقى بعيدا عن متناولنا، سنعرف كيف نصل إليه. الصمت المخيف لحزب الله. مصادر مقربة من الحزب أكدت أن الاتصال بنصر الله انقطع منذ مساء الجمعة وسط حالة من الترقب. مصدر أمني إسرائيلي بدوره صرح قائلا: لا يمكن لأحد أن يخرج حيا من الهجوم على الضاحية إلا بمعجزة، فالقنابل الخارقة للملاجئ التي ألقتها المقاتلات الإسرائيلية كانت تهدف إلى تدمير كامل المربع الأمني لحزب الله حيث يقع مقر قيادة التنظيم، في وقت تردد فيه أن أحد كبار المستشارين الإيرانيين كان متواجدا في الموقع أثناء الهجوم. نصر الله من رمز المقاومة إلى هدف إسرائيلي. على مدى عقود قاد نصر الله حزب الله ليصبح قوة عسكرية ذات نفوذ إقليمي مستفيدا من دعم إيران اللامحدود. لقد تحول نصر الله إلى رمز عربي بالنسبة لمؤيديه بفضل مواقفه ضد إسرائيل وتحديه للولايات المتحدة، ولكن في نظر أعدائه لم يكن سوى زعيم إرهابي يستخدم كأداة لتنفيذ سياسات النظام الإيراني في المنطقة. الصراع الذي غير المعادلة. منذ الصراع الأخير في غزة قبل أكثر من عام زادت عمليات حزب الله العسكرية ضد إسرائيل، حيث دعم نصر الله حلفائه في حماس عبر إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، وانضم إلى هذا المحور أيضا جماعات من اليمن والعراق، مما جعل الصراع يتحول إلى مواجهة إقليمية شاملة ضمن ما يعرف بمحور المقاومة. في الأول من أغسطس وفي جنازة القائد العسكري فؤاد شكر الذي قتل في غارة إسرائيلية، أطلق نصر الله وعدا بمعركة كبيرة، لكنه لم يكن يعلم أن هذه المعركة ستأخذ منحا جديدا عندما بدأ الهجوم الإسرائيلي المكثف يستهدف مواقع حزب الله. آخر كلماته العلنية كانت في 19 من سبتمبر، حيث توعد بمعاقبة إسرائيل بعد مقتل عدد من عناصر حزبه في هجوم على منشآت اتصالات تابعة لحزب الله قائلا: حساب سيأتي، طبيعته وحجمه كيف وأين، سنحتفظ بهذا لأنفسنا. ومنذ ذلك الحين اختفى نصر الله عن الأنظار. إسرائيل تصعد الهجمات، ضربة النهاية. ومع استمرار الصمت صعدت إسرائيل هجماتها بشكل غير مسبوق لتشن سلسلة من الضربات المدمرة استهدفت كبار قادة حزب الله مع تكثيف القصف على مناطق سيطرة الحزب في لبنان. النتيجة كانت مئات القتلى وآلاف الجرحى، فيما يبدو أن نصر الله وحزب الله يقفان الآن في زاوية حاسمة. نهاية حقبة. لقد قاد حسن نصر الله حزب الله لسنوات طويلة وتحول إلى رمز سياسي وعسكري في المنطقة، لكن مع هذه الضربة الكبيرة قد تكون الأيام القادمة مفصلية لمستقبل الحزب وتأثيره في لبنان والمنطقة.
هل يشكل هذا الهجوم نهاية لحقبة نصر الله؟ أم سيخرج الحزب من هذه الضربة ليستمر في نهجه رغم كل شيء؟ في وقت لا تزال الأنظار تترقب رد فعل حزب الله، يبقى شيء واحد واضح: المنطقة تقف على أعتاب تغيير جذري، حيث المعركة مع إسرائيل تأخذ بعداً أكثر عنفاً، ويبدو أن الجميع يتساءل ماذا بعد؟ ولكن لماذا يكره العرب حسن نصر الله؟ القناع الخادم لزعيم يحرق الأمة من الداخل. في عالم مليء بالخداع السياسي، يبرز حسن نصر الله كواحد من أكثر الشخصيات التي أثارت الغضب والخيانة في قلوب العرب. لقد قدم نفسه كمقاوم يقف ضد الاحتلال والظلم، لكن الحقيقة أكثر سواداً من ذلك. حسن نصر الله ليس أكثر من أداة خبث يمسك بخيوطها من بعيد حلفاؤه في طهران لتنفيذ مخططاتهم التوسعية على حساب الدول العربية وشعوبها. إنه الذئب الذي يرتدي قناع الحمل، يوهم الناس بالبطولة، بينما يغرس في جسد الأمة العربية خنجر الخيانة. ففي حين يقدم نفسه على أنه مدافع عن الإسلام والمقاومة، فإن حسن نصر الله يجسد أحد أخطر أدوات الطائفية التي مزقت العالم العربي. استغل الخلافات الطائفية في لبنان وسوريا والعراق ليضعف المجتمعات ويقسمها لصالح مشروعه الإيراني. لقد أصبح رمزا للتفرقة، يغذي الكراهية بين السنة والشيعة، ويؤجج نار الفتنة التي تحرق الأخضر واليابس. أينما حل نصر الله حلت الانقسامات والنزاعات الداخلية. دعمه المطلق للنظام السوري في حربه ضد الشعب السوري لم يكن إلا دليلاً على أنه لا يهتم بدماء المسلمين أو مستقبلهم بقدر ما يهتم بتحقيق أهداف طهران التوسعية. لقد جعل من حزب الله ذراعاً عسكرياً يخدم المصالح الإيرانية، لا لبنانيين ولا العرب، خادم للمشروع الفارسي. نصر الله لم يكن يوماً حامياً للعروبة، بل هو رجل طهران الأول في المنطقة. في كل خطاباته يحاول أن يظهر ولاءه للبنان أو للقضايا العربية، لكنه في الواقع لا يخدم سوى المشروع الفارسي. بينما يدعي أنه يقاتل من أجل فلسطين، نراه ينفذ أجندة إيران التوسعية التي تسعى للسيطرة على العواصم العربية وإضعاف الحكومات القومية. إن موقفه من سوريا واضح كالشمس. دعم نظام بشار الأسد الذي قصف مدنا عربية بالطائرات ودمر بلدانا عربية لم يكن سوى جزء من صفقة قذرة مع النظام الإيراني لإبقاء دمشق تحت السيطرة الإيرانية. لقد أرسل مقاتليه لقتل السوريين الذين طالبوا بحريتهم، وأغرق البلاد في مزيد من الدماء والفوضى. قد نجح حسن نصر الله في تسويق حزب الله كمقاومة، لكن الحقيقة أن حزب الله ليس إلا جيش طهران الخالص، جاهز لتنفيذ أوامرها متى ما طلبت. هدفه الأساسي ليس مقاومة إسرائيل كما يدعي، بل تنفيذ مخططات إيران في المنطقة العربية. شارك حزب الله تحت قيادة نصر الله في الحروب القذرة في سوريا واليمن والعراق، حيث قتل آلاف العرب على أيدي مقاتلي. لم يكن هناك أي مقاومة شريفة، بل كان هناك تنفيذ لأجندة إيرانية شرسة. تحت قيادة نصر الله تحولت المقاومة إلى ورقة ضغط يستخدمها لإخضاع لبنان وممارسة سياسة التخويف والترهيب. لا يخشى نصر الله من أن يدمر بلده نفسه إذا تعارضت مصلحة لبنان مع مصالحه الشخصية ومصالح داعميه في طهران. إنه يستخدم سلاح المقاومة كشعار زائف، بينما يوظفه في حروب ومخططات توسعية لا علاقة لها بالمصالح الوطنية اللبنانية أو العربية. قدم حسن نصر الله للبنان وعدا بالكبرياء، لكنه قدم له في النهاية الدخول في هاوية من الأزمات السياسية والاقتصادية. تحت قبضته تم جر لبنان إلى حروب لا ناقة له فيها ولا جمل، مما أدى إلى تدمير الاقتصاد اللبناني وعزل لبنان عن العالم العربي. جعل من بيروت رهينة لإيران، مما أدى إلى تدهور العلاقات مع الدول العربية التي كانت لسنوات طويلة داعما أساسيا للبنان. كل خطوة يخطوها نصر الله وكل قرار يتخذه يتجه نحو تدمير سيادة لبنان وإخضاعه بشكل كامل لإملاءات إيران.
لقد أصبحت بيروت عاصمة مختنقة لا تستطيع أن تتحرر من قبضته الخانقة، حيث بات نصر الله يمثل السلطة الحقيقية التي تمسك بخيوط اللعبة، تاركاً الدولة اللبنانية في حالة من الشلل التام. الكذب والخداع، فن الخطابات الزائفة. في كل خطاب من خطاباته المتلفزة يظهر حسن نصر الله مرتدياً قناع البطولة والتضحية، لكنه في الواقع يمارس فن الكذب والخداع بأسلوب احترافي. يستخدم شعارات المقاومة والمظلومية لتمرير أجنداته الخاصة، بينما يقف وراء الستار لتنفيذ أوامر إيران بحذافيرها. إنه يستغل مشاعر الناس ويتلاعب بالرأي العام اللبناني والعربي، يوهمهم بأن المقاومة هي الحل لكل مشكلاتهم، بينما هو في الحقيقة جزء من تلك المشكلة. إنه يتحدث عن الكرامة والتحرير، لكنه لا يتحدث عن الأيادي الإيرانية التي تحركه، ولا عن الملايين التي تنفق على حزبه من خزانة طهران. إنه يمثل أسوأ أنواع الزعماء، زعماء الظل الذين يعملون لتحقيق أهداف قوى أجنبية، بينما يبيعون شعوبهم شعارات كاذبة. حسن نصر الله ليس مجرد زعيم مقاومة كما يحاول أن يظهر، بل هو أحد أخبث القادة في تاريخ العرب الحديث. لقد استغل المظلومية والمقاومة ليخدع الشعوب، بينما كان ينفذ مخططات طهران التوسعية على حساب دماء العرب واستقرارهم، من لبنان إلى سوريا ومن العراق إلى اليمن. تلطخت يديه بدماء الأبرياء وأصبح رمزا للانقسامات والخراب. العرب لا يكرهون حسن نصر الله لأنه يقاتل إسرائيل كما يدعي، بل يكرهونه لأنه باع قضيتهم الكبرى وتحول إلى خنجر في ظهر الأمة. كل خطوة اتخذها كانت تهدف إلى تفتيت العالم العربي وتمزيق وحدته، مما جعل منه زعيما مرفوضا ليس فقط في لبنان، بل في كل دولة عربية تطمح إلى التحرر من النفوذ الإيراني والتخلص من أذرع الخيانة التي يمثلها نصر الله.